للوقوف أكثر على تداعيات تفشي فيروس كورونا المتحور في العالم، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن أخصائي الطب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشمري. دكتور عرفان، بداية السلام عليكم. أكثر من 149 مليون إصابة عالميا، والوفيات في الهند تتجاوز 200 ألف. ما الجديد في طفرة الفيروس الجديدة التي يعني ظهرت في الهند وتضرب العالم الآن؟ تم اكتشاف المتحور المزدوج، وهذا يسموه الجديد في الهند، في اكتوبر تشرين الاول من العام الماضي. سجلت اول حاله في الهند في شهر تشرين الاول من العام الماضي، وبدا ينتشر بسرعه. المشكله انه في الهند صارت هنالك الكثير من المناسبات والكرنفالات والاحتفالات، هذه ادت الى انتشار هذه الطفره، وبالتالي عبورها الهند الى دول العالم الاخرى. المشكله بهذه الطفره هي انه السبايك، او احنا نسميه الشوكي، البروتين الشوكي بالفيروس، صارت بيه طفرتين. ولما تصير بيه طفرتين معناها راح تزيد من سرعه انتشار الفيروس، وتزيد ايضا من اعراض الفيروس، تظهر عندنا اعراض جديده. هاي عمليه الطفرات اللي تحصل بالفيروسات بصوره عامه، تحصل عندما يزيد عدد المصابين بها. يعني لما يزيد عدد المصابين في بلد معين، ومثل ما حصل بالهند، يزيد عدد الاحتماليات انه تتحور هذه الفيروسات الى طفرات اخرى ويتغير شكلها. وهذا اللي صار عندنا بالهند. نعم. بنفس ايضا بالامور المهمه اللي يجب ان نعرفها، انه منظمه الصحه العالميه الان تنظر الى الموضوع بنوع من الترقب، ليس بالتلقين بما يحصل الان من هذا الموضوع الفيروس. زياده العدد الاصابات صحيح، لكنه الاعراض ما زالت مبهمه، لانه حصلت اعراض جديده. قمنا نشوف في بعض الاحيان في مستشفياتنا، قمنا نشوف اصابات جديده واعراض جديده لهذا النوع من الفيروسات. طيب دكتور، يعني هل تجد ان موضوع الاغلاقات له يعني فوائد، له نتائج مرضية؟ يعني الجزائر مثلا العاصمة تتحول إلى بؤرة للفيروس المتحور، أيضا العراق تتزايد فيه الإصابات، كل ذلك رغم أن الإغلاقات موجودة التي تنفذها معظم دول العالم، ولكن الانتشار سريع للفيروس، ما السبب؟ هنالك مسؤولية الدولة ومسؤولية الفرد. فإذا الدولة بلغت انه هنالك موضوع بانه يجب ان تجلس في البيت واغلاقات، لكن ما ملتزمين، هاي مشكله حضور المناسبات. كم حاله مناسبات حصلت عندنا في العراق صاروا عندهم انعدوا بفيروس الكورونا؟ كم حاله مناسبات دينيه راحوا الى اماكن معينه وحصلت عندهم هذه الاصابات؟ عدم التزام. للاسف احنا قاعد نشوف الكادر الطبي قاعد نخسر كثير من الكادر الطبي ايضا في هذه بسبب هذا الموضوع. موضوع انتشار الفيروس، اذا انت منعته من الانتشار راح يتوقف، لكن بنفس المشكله تحصل عندك مشكله ثانيه، انه اذا زاد عدد انتشار هذا الفيروس بكميه كبيره من افراد المجتمع، راح هنالك امكانيه ان تحصل طفرات لهذا الفيروس، وبالتالي راح تحصل الكثير من الاصابات. يا ترى ماذا يعني ان هذه الطفرات تحصل بين فتره واخرى؟ يعني دائما ما تبث بعض الدوائر الصحيه ان الموجه الثالثه او الثانيه او الثالثه تكون قويه، وبالتالي هناك موجه رابعه اقوى وموجه خامسه اقوى. ما السر في كون الموجات المتلاحقة أخطر من التي تسبقها؟ لما يدخل الفيروس إلى الجسم
ويصير به موضوع التحوير، يتغير شكل المادة، يتغير شكل مثلا البروتين هذا اللي صار جديد، راح تتغير خواص هذا الفيروس، راح تصير هنالك إمكانية إنه الانتقال السريع وإمكانية حصول أعراض جديدة. كل ما زاد عدد الإصابات حصلت أعراض أكثر. مثلا الفيروس المتحور اللي صار الآن هسه الجديد، الأعراض اللي موجودة بالإضافة إلى حمى العالية مرتفعة والاحتقان بالأنف والفم، صار الإسهال، صار الطفح الجلدي، صار ما يسمى بأصابع كوفيد، هاي هذا واحد من الأعراض أو من العلامات الجديدة، هاي صارت في الإصابات الحديثة اللي صارت لهاي الطفرة. فكل ما يتغير الفيروس يتغير خصائصه، تتغير الأعراض اللي تصير به أو اللي يسويها، وبالتالي تصبح عملية السيطرة عليه مبهمة، لأنه أنت راح أنت صح تسيطر عليه، تسوي إغلاقات. أنا من بإمكانياتي مثل ما أقول لك، نقول عليها بإمكانياتي البسيطة، أنا أتوقع هنالك إغلاق رابع مثلاً في بريطانيا، أتوقع هذا الشيء في غضون الشهرين القادمين، لأنه راح يبدأ ينفتح كل شيء، مع الأخذ بنظر الاعتبار نظام التلقيح في بريطانيا جيد جدا لحد الآن، لكنه أيضا أتوقع حصول طفرات أخرى في بلدان أخرى تنتقل إلى بريطانيا. فهاي المشكلة أنه لما يصير الفيروس، يعني لما يبدأ الفيروس تحصل به الطفرة، راح تصير عملية انتقالة تتغير، عملية يعني هي انتقالة تكون سريعة. طيب دكتور، هنالك احتمالية أخرى، لما تحصل بعض الفيروسات تصير بها طفرات، وقسم من عدة فيروسات كورونا أصبح ضعيف، لكنه هاي الطفرة الجديدة اللي صارت هي هاي اللي سببت لنا زيادة في عدد الحالات في الهند، واللي ينظروا لها بنظر بعين القلق لحد الآن، ما قرروا إنه هل هي السبب أم لا، لكن هو هذا الطفرة اللي صارت اللي موجودة بالهند، وفي شهر جانيوري وفي شهر فبراير صارت مناسبات كثيرة في الهند، مناسبات دينية، أدت إلى إنه تزيد هاي الإصابات، وبالتالي تغيرت التركيبة مال الفيروس وصار سهل. طيب دكتور، فيما يخص اللقاحات، في ضوء هذا التغير بالفيروس أو التطور أو التحور، هو يعني التطور في خواصه وفي مميزاته، كيف يمكن للقاح أن يضع حد لانتشار العدوى بهذا الفيروس؟ هذا سؤال جدا ممتاز وجدا حلو، وجوابه أيضا يعني كثير من الناس يسألوني على هذا السؤال، يعني يسألوني على هذا الموضوع الحقيقي في هذا السؤال. اللقاحات فائدتها منع حصول المضاعفات، اللقاح لا يمنع حصول العدوى. يعني أنت لما تكون ملقح، والمتحدث تلقح أخذ الجرعتين، لما تكون ملقح ضد فيروس كورونا راح يمنعك من حصول المضاعفات القاتلة. كثير من الناس حصلت عندهم الإصابة، لكنه قدروا يوقفون على حيلهم، وقدروا يعني حتى يرجعوا إلى شغلهم بأقصر فترة ممكنة، لكن كثير من الناس اللي فقدوا حياتهم بسبب المضاعفات. فاللقاح يمنع حصول المضاعفات لكنه ما يمنع حصول الإصابة. في بريطانيا هيئة الصحة العامة في إنجلترا، هذه جديدة يعني هذه آخر شيء، سووا فحص على أكثر من 70,000 متلقي للقاح. نعرف أنه في بريطانيا الآن أكثر من 46 مليون شخص تلقح، أكثر من 33 مليون من عندهم أخذوا الجرعة الأولى من اللقاح، و12 مليون و600 ألف تقريبا أخذوا الجرعتين يعني اللقاح كامل. سووا في بريطانيا دراسة شملت أكثر من 70,000 شخص اللي هم أخذوا اللقاح. أولا، نسبة الحماية لمن أخذ اللقاح بالجرعة الأولى وصلت ما بين 60 إلى 65% حماية من المضاعفات، هذا رقم واحد. رقم اثنين، لمن أصيب بعد فترة، يعني
كثير من الناس أصاب بهم الفيروس بعد ما أخذوا اللقاح، فكانت الأعراض عندهم أعراض خفيفة. رقم ثلاثة، اللي أخذوا اللقاح لم يصبح ناقل للفيروس بعد مرور 4 أسابيع. هاي انتهينا من عندها. وأهم شيء أنه بعد 4 أسابيع من اللقاح اللي انصابوا بالعدوى أعراضهم كانت جدا جدا طفيفة، يعني استطاعوا أنه يعني يتغلبون على الفيروس، بل قسم من عندهم بقى يداهم في دوامة. يعني هو صار عند الأعراض وطول الكارانتين. طيب. أخيرا دكتور لو سمحت، يعني النظام المناعي لدى الإنسان، هنا في سؤالنا الأخير، النظام المناعي الكثير من الأطباء والمتخصصين يتحدثون عن أنه نظام يتشكل يعني يتأثر بالعامل الوراثي، ربما البعض الآخر يقول أنه نظام يمكن أن يقوى بنظام غذائي، أو المناعة تقوى بنظام غذائي معين. ما الحقيقة في مواجهة أمر الفيروس؟ المناعة مكتسبة، ومناعة نأخذها من أمهاتنا لما ننولد. المناعة المكتسبة هي أنه لما تعطى هاي اللقاحات ضد شلل الأطفال وضد الكوليرا وضد هاي كلها والقزاز وكل هذه المناعة المكتسبة، هذه توفر لك حماية طول عمرك. هاي المناعة المكتسبة. اللي قاعد يصير موضوع لما يصير مثلا احنا في الوسط الطبي مثلا ناخذ لقاح الانفلونزا، لانه الانفلونزا فيروس الانفلونزا ايضا يعتمد خاصيه التغيير ما بين فتره وفتره، وبالتالي لانه احنا يجب ان نحمي نفسنا فلازم ناخذ اللقاح. اللقاح مهم لتحفيز الجهاز المناعي. قسم من الناس صار عندهم اصابات، وانا واحد من الناس صارت عندي اصابه. الخلايا البائيه والتائيه اللي هي الليمفوسايت اللي احنا نسميها، هذه خلايا مسؤوله عن الجهاز المناعي. هاي الخلايا ايضا بامكانها ان يعني تستجيب للمناعه، للنشاط المناعي داخل الجسم وتقاتل. لكن حتى تحمي اكثر، حتى تمنع حصول مضاعفات اكثر، لازم تاخذ اللقاح. وهذا اللقاح لانه زياده عدد الحالات في بسبب اصابات بفيروس كورونا، هذه كان سببها انه لازم تنطي يعني تسوي بوست او تسوي قوه لجهازك المناعي. صحيح الاكل، الحياه اللي احنا نسميها الصحيه، نعم. عدم الاكثار من الشغلات، من التدخين مثلا، وكل هذه ايضا تساعد في تنصيب جهاز مناعه عالي. نعم. لكنه جهاز المناعه يجب ان يكون محمي لما يكون عندك لقاح. شكرا جزيلا دكتور عرفان يونس الشمري، اختصاصي طب الطوارئ، كنت معنا عبر سكايب من لندن.